أعرف إنسانة تربطنا بيهم علاقة قوية. يعني أنا كنت ساعتها أمين خدمة شباب جامعة يعني في الكنيسة هنا من زمان قوي، أكتر من 35 سنة. الإنسانة دي بعد ما تزوجت بخمس شهور بس خمس شهور وعشر أيام أو حاجة زي كده، لأن الحادثة دي حصلت في عيد البابا كيرلس عشان كده أنا فاكر يعني. المهم اللي حصل، عروسة بقالها خمس أشهر متجوزة، في ناس من عيلتها اللي في الصعيد بيقولوا لها اوعي تخلصي كحك العروسة، احنا لسه ما جيناش نبارك لك. الصعيدة يحبوا النقوط والزيارات والواجبات وحاجة زي كده. زوجها مات في حادثة 29 30 سنة، مات في حادثة بيفادي عربية دخل في شجرة، الأكس بتاع العربية دخل في دماغه اللي هو بيمسك البربريز يعني. وكانت مشكلة كبيرة قوي، لأن لما النيابة بيروح لها واحد مخبوط في دماغه هنا، هو وقع في ترعة ومات غرقان. عملوا حاجة اسمها شبهة جنائية، فلازم الطب الشرعي، فطلوا بقى الأهل يروحوا كل يوم المشرحة بتاعت زينهم دي ويرجعوا عشان يستلموا الجثمان، يقولهم لم تتم الكشف بعد، لم يتم تصريح الدفن، لم يتم تصريح الدفن. ثلاث أيام البيت نار. أنا بسبب علاقتي بيهم كنت بروح مرة، يعني كل يوم على الأقل مرة، كل يوم مرة، مرة الصبح مرة الظهر، ويعني متأثر طبعا للبنت دي وحالها. خلي بالكوا بقى، أنا يا جماعة للي ما عرفنيش شخصية تميل للعقلانية، يعني لو ضحكت عليها وقلت لي معجزة وطلعوا بخور ومش عارف مين ظهر، يا أبونا أنت ما بتصدقش، ما بتسأل. لا، في معجزات بس انا لازم اتاكد واطمن، انا ما بجريش ورا الموجه، يعني انا شخصيتي عقلانيه، شخصيتي عقلانيه قوي. فانا رحت البيت فقالوا لي ايه؟ قالوا لي ده حصلت حته حاجه. انا لقيت بقى ايه، طبعا الجثمان لسه ما اتدفنش، ففي حاله من الوجوم وحاله من الحزن، في راحه نسبيه بتتم بعد الدفنه، قبل الدفنه لا، بيبقى النار مولعه. فبيقولوا لي واحنا بنصلي، هم كانوا في منطقة من المناطق الجديدة، يعني حي مثلا من أحياء مدينة نصر اللي كان لسه مبني. القصة دي بقول لكم 35 سنة، فكانت عمارة في الهواء يعني ما فيش عمارات، وهم أول شقة يسكنوا في العمارة دي، يعني فاهمين؟ أنا بقول لكم الموضوع ده لسبب في دماغي. فقالوا لي وإحنا بنصلي شمينا بخور وسمينا بخور وقاعدين يحكوا لي بقى، وأنا خادم المفروض أكون بقى مهلل بقى ومبسوط قوي، وأنا إيه ردود أفعالي بيني وبينكم مش مصدق قوي. عارفين مدرسة توما وفيلوبوس بحت عليا شوي، فأنا مش مصدق قوي، مش بجري برا الحاجة قوي. المهم احنا كده كده هنروح، الدنيا ليلت، وكان اتحدد ان الجناز تاني يوم. فدخلنا نصلي قدام صورة للبابا كيرلس، لان البابا كيرلس كان شفيع هذه البنت او العروسة دي، الى يعني علاقة حب بقى ولا تتخيلوا يعني شكلها، لدرجة هي محتفظة له بالصورة الرسمية اللي اتصورها سنة 59، اللي هو ماسك العصاية وقعد على الكرسي بتاع البطرك ده، أول صورة رسمية يعني هي محتفظة بيها وعندها في بيتها. فدخلنا إيه نصلي، أنا هصلي إيه؟ يا صلاة النوم يا صلاة الغروب. فأنا قلت لهم يعني الغروب مختصرة شوية، صلي غروب. قالوا لا نصلي نوم، كنا أربعة. خلي بالكم بقى، وهي بتحكي لي حست إن أنا إيه، أنا ما قلتش مش مصدق، بس كان شكلي فضحني ان انا مش مقتنع قوي. فهي بتصلي وابتدت تكلم ربنا وابتدت تكلم البابا كيرلس شويه كده، وفجاه يا اولاد انا شاهد بنفس الموقف ده، بقول لكم انا الخلفيه بتاعتي عقلانيه مش عاطفيه وتجري ورا الاخبار. الاوضه اتملت بخور ذكي ما شمتهوش في حياتي، ولو كان حد حكالي كنت أقول أنا لو ما شفتش جراحات إيده وحطيت إيدي في جنبه ما كنتش أصدق. فأنا شميت وكله شم، راحت هي مسكني من كتافي، شميت
انا مش عارف افتح بقي، ما انا اتخضيت اصلا، انا متلبس بقضيه شك، يعني انا شايل قضيه شك، والناس الكبار دي ما بحب ازعلهم اساسا، يعني ما احبش ازعل من الناس، الناس دي يعني احب كده علاقتي بيهم تكون حلوه، يعني ينفعونا كده، انتوا واخدين بالكم؟ فمسكتني، صدقوني مسكتني من القميص كده كرمشته يعني من كتر عنفها، سعدات شميت 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 شميت. عايز اقول لكم حاجه، الخارجه ما كانتش لسه اتصلت والمرحوم ما قامش، بس الميه اللي كانت ماليه الكوبايه اتملت في برميل، فالتعزيه اللي جت غطت على، وكميه ما كانش في موبايلات ساعتها، بس كميه تليفونات بقى، وعلشان يبقى في ريفرنس يقول ده حتى فلان شم، اصل لو فلان شم وقال امين يبقى امين، انتوا واخدين بالكم يعني ايه؟ يعني المدرسه الواقعيه كده، ما تجريش ورا الاخبار يعني. فلان شم، فلان شم يبقى حصل. انا صدقوني سقت من المنطقه دي بره مصر الجديده، ربنا يعلم انا من ساعه ما نزلت وسقت لغايه لما وصلت البيت انا ما شفت الشارع ولا اشاره ولا اي حاجه. انا جهزها العربيه كان بركبها لوحديها في جهاز جي بي اس، ما كانش في الكلام ده زمان. وصلت ازاي لا ادري، بس فعلا اول جنازه احضرها لشاب عنده 29 سنه وانا ناحيه الرجال، وجيت كده ناحيه الشمامسه شويه، وعيني تيجي في عين البنت دي والاقيها بتبتسم. فهمتوا يعني ايه؟ ان انا مش هرفعها لكن هعزيك، بس بشرط تكون ما تكبرش، لان في ناس ربنا عاوز يعزيها وهي مصره انها تعيش دور شهيده الالم والضيقه، فمش عاوزه تتعزى.